أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك وعلى الشهداء بين يديك، صلى الله عليك وعلى أختك الحوراء زينب وعلى أمك الصديقة الشهيدة الطاهرة فاطمة. يا أبا عبد الله، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة، ما خاب أصوب
صبت على الأيام صرنا يا ليالي على هذه الحال الزهراء إلى أن فارقت روحها الدنيا وتركت أمير المؤمنين مكسور الخاطر، تركت أطفالها الصغار زينب أم كلثوم الحسن والحسين، وكانت قد أوصت بعلها بوصايا يا أبا الحسن إذا وضعتني على صخرة المبتسم لا تكشف عني فإني طاهرة مطهرة، لعلها لم ترد أن يشعر أمير المؤمنين بضلع المكسور إذا مرر يده على بدنها. أراد أمير المؤمنين سلام الله عليه أن يضع الزهراء على صخرة المبتسم، نادى من كان من بني هاشم أعينوني على حبل فاطمة. أمير المؤمنين مجندل الأبطال، فاتح باب خيبر لم يطوى على حبل فاطمة الذي يقول مولانا ومولانا الصادق سلام الله عليه، فلما قبض ونالها من قبضت ونالها من القوم ما نالها لزمت الفراش، فلما قبض رسول الله ونالها من القوم ما نالها ولزمت الفراش، نعم ونحل جسمها وذاب لحمها وصارت كالخيال، لم يقوى علي سلام الله على حمل الخيال. ترى لماذا يا علي؟ لقد هدى يا فراق فاطمة ركن علي ركن علي، والله يا حداري عجب قلبك وصبرك، والله يا حداري عجيب قلبك وصبرك، تشوف النذيل يضرب الزهراء مولاي مولاي ما نابك عليها تجرى والضلايا على صخرة المغتسل. تقول أسماء كنت أناوله الماء وهو يباشر التغسيل، وبينما مولانا كذلك قطع غسل فاطمة وجلس جانبا أمير المؤمنين يبكي، مولاي يا أمير المؤمنين ما الذي جرى؟ قال يا أسماء لا تلوميني، فقد مرت يدي على ضلع فاطمة المكسور. أيوا فاطمة هو علي. أكمل مولانا التغسيل، وقبل أن يعقد الإزار عليها نادى يا حسن يا حسين يا زينب يا أم كلثوم هل أم تزودوا من أمكم فاطمة؟ النظرة الأخيرة من أولادها إلى وجه الزهراء سلام الله عليها. الحسن عن يمينها يقول ما بحق جدنا رسول الله كلمي، زينب أم كلثوم أما بحق جدنا رسول الله كلمينا، إلا أن حال الحسين تقطعون يا طلق القلوب
يوم الليل ركبك ما دام يا يوم الدمع صوب نبسام وشوفك ضال عيني يا طول الشيلوح. نعم ضجت ملائكة السماء من هذا الموقف. أولاد الزهراء على صدر الزهراء ينظر إلى الزهراء نظرة الوداع. لم تتحمل الملائكة هذا الموقف، ولكن ما حال الملائكة يا مولاي يا أمير المؤمنين؟ يا مولاتي يا زهراء، متى العاشر من المحرم حين رقى الشمر صدر الحسين؟ أيوا حسينا هو سيدا، هويت يم يا هويت يمة تشم كسر لي بضلعه. زينب سلام الله عليها، أخويا الما طبيعي يعيش بغير طبعه، غابت روحه وفزت يتودعه، ولن راس براس ولن راس براس الرمح يزهى. لمن جاء شق الثوب ولي عليها، ما يتلام من شافت وليها فوق الرموح راس يلوح بالبار. يا شايل راس حامينا وولي ريت خلت ودعا سكينة، لا يا شحسين ساكت عن ونينة، كل تعب يجرحات خدام. سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. إلهنا وسيدنا بحق محمد وآل محمد، صل على محمد وآل محمد، وعجل في فرجهم إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، انصرنا على أعدائنا نصرا عزيزا مؤزرا، رد كيد أعدائنا إلى نحورهم يا رب العالمين. إلى أرواح موتى المؤمنين والمؤمنات، إلى أرواح الشهداء، إلى أرواح العلماء، ولا سيما فقيدنا سماحة الشيخ محمد تقي المصباح اليزدي قدس سره، إلى روحه وأرواح من ذكرنا نهدي ثواب ما قرأنا المباركة الفاتحة تسبقها الصلوات على محمد وآله.